أمهات، مبسوطة أنك تزوجتيني. الحمد لله. تعرفي أنا هلا مالي مصدق، طول عمري ما كنت استرجي أحلم أنه الله يبعث لي هيك مرة حلوة كاملة مكملة مثلك. يمكن لأنه مالي حلو. مين هيك قال لك؟ أنت قلبك كبير وحيسامحني. أنا غشيتك، خفت ما تقبلي فيه إذا شفتيني على حقيقتي. للشبه حقيقتك؟ حقيقتي متخباية تحت هالسكسوكة اللي لابسها. ما فهمت، هي السكسوكة عيرة؟ ايه عيرة. وليش حاططها؟ لأنه مخجول من الجرح اللي بوشي. في جرح؟ وين؟ عملت حادث وأنا ولد صغير، شق الدقني وصار عندي جرح تعقدت منه. خفت إذا شفتيه أو شافوه أهلك ما يقبلوا يجوزوني إياك. بس الرجال مو بشكله، الرجال بعلمه وعمله وأخلاقه. هذا كلام الناس اللي بيفهموا، بس اللي بيفهموا قلال. الناس إلا بالمظاهر بس. لهيك لهيك ما عاد عندك ثقة بحالك؟ ولهيك مغطي هالجرح بشوية شعر؟ غلط يا سعدون، الرجال ما بيعيبوا جرح. انت شو دارسة نعمات؟ اخذت البكالوريا. ايه مدقن عن وشك؟ صدقيني كنت بدي اقلك، بس ما شفت غير مرة واحدة بس قرينا الفاتحة، وهي المرة الثانية كنت بدي اقلك ونحن قاعدين هالاسكي، بس خفت كركبك. ايه ما سعدون، توعديني ما تخافي؟ شيلة ورجيني وجهك الحقيقي. مو شايفة جرح؟ هذا هو من هون لهون، مو شايفتي؟ عن جد مو شايفة شي. انت عم تجامليني صح؟ انا شايفة جرح، بس شو هذا الجرح قدام صاحبه؟ انا اسف انه غشيتك. انا كمان غشيتك. كيف؟ في حرق ببطني. جد؟ كان في بريق شاي عم يغلي وقع علي، بس الحرق ما عقدني. بس يمكن لأنه مخبى ما حدا بيشوفه، مو مثل الوش. بس جوزي أكيد رح يشوفه. كمان ما كانش في فرصة أني أقول لك. هيك بنكون خلاص. بس طمن، الحرق يدوب مبين. تعرفي أنا مات، أنا ما بدي شي من الدنيا غير أنه الله يخلي لي إياكي، وحياة عيونك رح خليكي فوق راسي لبين ما موت. بعيد الشر عنك. جوعانة يا قطة؟ شوي. وأنا مجهز لك أكلة إن شاء الله تعجبك، بس قومي اشلحي ثوب العرس مشان ما يتوسخ. يا فارس، يا إبراهيم، بيكونوا لساتهم نايمين. تعالي. شوف شلونك، شلون بنظفين. ما كان لازم يتعبوا حالهم هيك، كنت انا نظفت كل شيء. لا يا بنت الحلال، انت ما خصك تحت، انت مالك غير بالطابق الفوقاني، هيك اتفقنا، والاول شرط اخره سلامه. فارس، ابراهيم، معقول ما ناموا الليل بشاننا؟ ايه معقول، مزوين وبيعملوها. رح اعمل لك قهوه. ليه لك طول يا ده؟ لا بيجي شباب. ها؟ يا اهلا وسهلا. اهلين اهلين ابو سيدي. وين الغيبة؟ وين يعني هون؟ قلنا هون مرقنا. جاي تاخذ مصاري مو هيك؟ شو لك جاي اخذك انا؟ والله انا قطعت الامل من جيتك. لا ايوه اشي 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 شو يعني؟ لا يقول لك فكرة، قايم لك يوم من اليوم اللي كنت عندي هذاك اليوم. ايوه يا عيني عليك. تفضل. عشت. عدوا لك. لا بعدك عدوا، تسلم يا مسا. يلا دايما سلام عليكم. قعدوا كم للشاي. طيب
صدقنا شايف لك اليومين ثلاثه كانهم الحوالي هون نواحيناك كتران الشرطه والدوريات. خير شو القصه؟ لانه ولادين الحرام كترانين بهالايام فالشرطه عم تدور عليهم. حراميه؟ يا ريت بس حراميه. شو شو يعني التانية قتلها؟ شي قلعن وقد قرابي في ثلاث زعران فاتوا على مصحة الإدز اللي فوق التلة. مصح إدز؟ أنا بعرف هونيك في مستشفى ما هيك؟ إيه أبو سادة هي مستشفى هي؟ لا مو مستشفى، هي مصحة تابعة لهيئة الأمم المتحدة ووزارة الصحة وكل اللي فيها مرضانين بالإدز. إيه وهدول الزعران الثلاثة اغتصبوا بنت مريضة بالإيدز. هدول مثلكم كانوا مفكرين انه مستشفى مو مفكرين مصحة للإيدز، والأنكى من هيك كانوا مفكرين انه دكتورة مو مريضة. ايه شو ايه؟ الشرطة صار لها فترة عم تدور عليهم. ليش؟ لأنه مثل ما بتعرفوا الإيدز بيعدي والثلاثة هلا مأيدزين يخرجن الله ليمون، ولهيك الشرطة عم تدور عليهم هم لتحبسهم والهم الألعان حتى ما يعدوا غيرهم مثل ما عدتهم البنت. العمى شو مجرمين؟ بدي اسألكم سؤال، طالما انتم من هالبلد وبتعرفوا كل الشباب اللي فيها، بتعرفوا واحد اسمه سعدون؟ اه منين بدنا نعرفه؟ منين؟ هذا سعدون مجروح من هون لهون. انت شو عم تحكي؟ من هون لهون؟ بتعرفوه؟ منين بدنا نعرفه نحن؟ يا عمي ابو سيدة نحن بنعرف هيك شكيلات. اذا بتعرفوه بلغوا عنه الشرطه، لانه اذا عاشر اي مره رح ينقلها الايدز، واهم شيء يسلم حاله هو ورفقاته للشرطه حتى يقدروا يعالجوه ولا بيموت موت الكلاب. ايوه مزبوط مزبوط مزبوط. يسلموا على 4000 ابو سيدة يسلموا. ايه فارس بحظي بتعرفوا لهذا سعدون. معقوله ما معكم خبر من الدنيا مطوله فيه؟ والبنت اللي اعتدوا عليها اكيد مع الايدز؟ طبعا اكيد مع الايدز. طيب يعني والايدز اكيد بيعدي؟ يعني ما بتعرفوا انه الايدز بيعدي وعن طريق الجنس؟ الله وكيلكم الملازم نزار كان عم يرجف رجف هو عم بيحكي معي. هو مو خايف على الشباب الثلاثه لانه بيستاهلوا، خايف لا يعدوا بنات ثانيين. والمشكله انه نشروا صوره واحد منهم بالجرايد ولهلا لا انمسك لا هو ولا رفقاته. فينا نشوف الجريدة؟ اه طبعا ليكا. وين حطيته؟ ها ليكا. نحن عم فينا ناخذ هذه الجريدة مشان إذا شفناه نخبر عنه؟ خذوها الله يجزيكم الخير، أنا حفظت كسمه، ما عدت بحاجة لصوته بالجريدة. ماشي نحن مشان إنه ما تعال ندور عليه ونخبر عنه. بخاطرك الله معكم الله معكم.